تسليم، يظهر لي عندك برشا على اجواء النادي الافريقي. اليوم نشوفوك انت ومحمد ولدك، يعني النادي الافريقي مستحق اليوم اولاد. والله اليوم تنجم تقول نهار كبير برشا، ونهار معناها كنت نحلم به. اليوم بنشكر الهيئة المديرة وعلى رأسهم سي هادي حمودية، سي مروان حمودية، سي الهادي ربي يطول في عمره. جيست كبير برشا، وجيست اللي يخلي العبد يدخل تاريخ النادي، وراه مش ساهل باش تدخل تاريخ النادي الافريقي، فهمت؟ والحمد لله يا ربي، انا كنت ملاعبي اعطيت ما عندي، وعمري ما سرقت النادي الافريقي واعطيت دمي. اليوم النادي الافريقي راه اللي باش يعترف لي بالجميل هذا، بارك الله فيهم. ان شاء الله اليوم النادي يربح، وان شاء الله النادي الافريقي معناها من حسن الى احسن. معناها في الشوفي عملت طلبت عمليه جراحيه، بون ماشي سبق خطيره ياسر، اما لازم شويه وقت معناها ريكوبيراسيون، ان شاء الله نرجع في السيزون جاي. والسؤال الثاني، كل شيء جيد في كرة قدم كما تعرف، أنا كنت قريب، إذا كان ربي بشي سهل إن شاء الله باش نتقمص ألوان النادي الإفريقي كيما بابا، علاش ليه؟ واللي فيه الخير ربي سهل فيه إن شاء الله.